عم نتشارك أنا وعامر أنه بدك توصل للقمة 1000 كالوري ولا 2000 كالوري باللقمة. لا ليك هي قديش نحن بنحب، ليك عن جد قديش نحن بنحب التشيز كيك. أنا دائما بقولها لكارلا لازم ناكل كل شيء بس بمعدل بكمية قليلة. مثلا واحد إذا جاي على باله ياكل اليوم كنافة، مثلا أنا اليوم الصبح تروقت كنافة، باكل ربع كعكة كنافة، ليش بدي آكل 2 كنافة؟ الواحد بيحكي عن حاله شو؟ ما هيك؟ عامر بتحب الكنافة؟ لا عم بحكي على التشيز كيك. أوكي نرجع لعندكم. ميرسي لإلك، رح نشوفك أكيد بعد شوي بخلال عالم الصباح، إنما هلا كل الأخبار يلي جايب لنا إياها عامر بعينه. صباح الخير. صباح الخير. اول شيء بدك توعدني انه هذا الكتاب بدك تقرا له اياه لرايان عشية. رح يوصل اكيد. أوكي. هلا اول شيء رح يوصل له، سبيشال انه في بقلبه سبايدر وليدي بوغ وكات، من احب من احب شيء على قلبه لرايان. ف خبرنا اليوم شو عنا؟ عنا كثير اخبار، 20 سنة على عنا كثير اخبار، وعنا الجوائز السوشيال ميديا اووردز رح نحكي عنهم، عن ستارت اب ويك. رح نبلش باول خبر لكان على 20 سنة عن عمر الانترنت يلي هي تعرف بال 3 دبليوز او دبليو دبليو يعني وورلد وايد ويب. تم اطلاقها او تم اذا بدك بدء العمل على الفكرة بسنة 1989، وصارت الفكره واقع سنه 1993 ب 30 نيسان من شخص اشتغل على الفكره، وبعدين اكيد اخذ لقب تايتل السير نظرا للانجاز الكبير يلي عمله، يلي هو تيم بيرنزلي. هو الشخص يلي اشتغل على هالفكره هيدي اكيد مع فريق عمل طويل عريض، بس انه هو كان صاحب الفكره الاساسيه واطلاقها ب 93 يلي تم اكيد الاطلاق على اساس رويالتي فري، يعني الكل بيقدر يستخدمها. انت بتعرف اي اختراع بيحمل باتنت، والباتنت بتخلي هالشخص يحط السعر اللي بده اياه على الاختراع ويبيعه، انما الانترنت اطلقت رويالتي فري وتم يعني صار في مين ما كان يستعمله. بس اقول لك شغله، بتذكر انا بهديك الفتره مع انه كان عمري شي 5 سنين بس بتذكر كنت مخلقانه كمان بس اشوف كيف كانت الفكره بعدها مش واضحه عند الناس، يعني ما كانت بعدها ملموسه فعليا. كانوا يقولوا انه في شيء هيك مثل اوتوستراد كثير عريض، هيدا يعني كان عندي ضيف بتذكر وكان هيك عم بجرب يوصل الفكره للناس، وكلنا مجبورين انه نمشي فيه لهالاوتوستراد لحتى نقدر نلحق شو عم بيصير والتطور والمعلومات وكذا. كانت يعني فكره المقاربه بعدها هالقد بسيطه للناس، لانه كانوا بعدهم ما بلشوا يختبروا. بس هي المقاربه كثير مهم، يعني انا يمكن هلا بعد هلا يمكن في يعني هلا يمكن بستعملها لهيدي المقاربه، يعني هلا سمعتها منك رح استعملها، لأن انه فعليا لو ما ركبنا كلياتنا على هالاوتوستراد هيدا ما كنا وصلنا بهالسرعه لليوم. يعني هي اكثر شيء ملفت للنظر، والكومنتس اللي كانوا عم يطلعوا على شبكه الانترنت انه 20 سنه ليك قديش طورنا، يعني ب 20 سنه، يعني 20 سنه رقم نسبيا صغير اكيد منه كبير بعمر الانسانيه، هو صغير جدا طبعاً. فب 20 سنه قديش طورنا توصلنا لليوم 2013 عم نشوف انه ما عاد ممكن انه واحد ما يكون عم يستخدم الانترنت باي طريقه، ان كان بشكل مباشر او غير مباشر، بعدد مستخدمين وصل للمليارين و400 الف، فهذا رقم كثير كبير والاساس انه هيدي الفكره صارت موجوده تقريبا بكل بيت. فيمكن هذا الاستراد اللي حكيت عنه كان المهم انه نركب عليه كلياتنا تنقدر نوصل بشكل سريع لهالنقطه هيدي اللي سريع وكلنا سوا. صحيح. اول براوزر لتصفح على الانترنت بشكل هيك مع جرافيكس وكذا كان اسمه موزايك. والملفت للنظر كمان شغله يعني حبيت انا اشير الى هون، هي بتعرفي انا عندي حب كثير كبير لستيف جوبز، فما ممكن يجي هالتاريخ بدون ما اذكر ستيف جوبز. ليش؟ لانه اول كمبيوتر تم استضافه الانترنت او السيرفر اللي استضاف الانترنت بالمراحل التجريبيه وبمراحل اطلاقها كان من صناعه ستيف جوبز. فمهم انه نلفت نظر على هالموضوع هذا. ستيف جوبز لما ترك ابل اول فتره واسس شركته اللي هي نكست تكنولوجيا ونكست كمبيوتر، اول جهاز انعمل عليه تيستينج للانترنت
وكان من صناعه ستيف جوبز، واول جهاز انعمل عليه بروجرامينج او انكتب عليه البراوزر لتصفح على الانترنت كان جهاز نكست من ستيف جوبز. فبهمنا هون دائما انه قديش هالزلمه عطى للانسانيه، لعالم التكنولوجي، للاختراعات، ان كان يعني كان دائما اول شيء عم بيكون دائما في عنده حصه في ستيف جوبز. يعني قديش بنقول اينشتاين يعني هيك وقت واحد بده يقول شيء انه اكتشف او عمل او هيدا اليوم يمكن اينشتاين بياثر على اشخاص لا عم بقول انا هالاشخاص اللي بده يلمع اسمه هالقد انه رح يلمع اسمه. بس انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي ستيف جوبز بالنسبه لي عم بحكي اهم من اينشتاين، لانه اينشتاين بياثر على الاشخاص اللي عم بيدرسوا بمجال الاختراعات اللي قام فيها، ويمكن بياثر عليهم مثل ما انا ستيف جوبز بياثر علي كثير، ان كان بالاختراعات اللي بعدنا لحد هالدقيقه هيدي عم نستفيد منها، واكيد ان كان بطريقه ابراز هالاختراعات هيدي تطويرها بسرعه. فاكيد يعني انا حطيت على فيسبوك من يومين انه عن جد مشتاقين له، لانه اخر فتره حسينا حالنا شوي ضايعين او الاختراعات مش up to the level يعني مثل ما بيقولوا، وعم نتمنى انه يكون في ستيف جوبز تاني قريبا جدا ليرفعنا من المورال. يلا عامل شد حالك. لا خلص انا تاخرت. بننتقل لموضوع ما بعرف حنشوف اول شيء الاوردز ولا ستارت اب بيروت ستارت اب نورث اي السوشيال ميديا اورد يلا لكن قلب دغري ما عم يلحق لك شوف ذكرتني بحدا بيشتغل بالسياسه بالبلد. خلينا نشوف جوائز السوشيال ميديا اووردز يلي صارت نهار الاثنين 29 شهر بفندق الفينيسيا. اكيد انا بشكر عالم الصباح وفريق عالم الصباح يلي دعمني كل هالفتره، وخاصه انت غاده كمان يلي كنت معي طول هالفتره عم تشجعيني، واكيد الحمله الانتخابيه اللي قام فيها الشيف شادي. لا بس للاسف كله هذا ما فاد لانه هلا بتفيد خطوه اوليه لحتى بعدين بالمستقبل الواحد بياسس لشيء ثاني. مشكور انا لهالعائله الكبيره اللي كانت حاضنتني بهالفتره هيدي، بشكر كل اللي صوت اكيد. الاوردز كان فيها 33 كاتيجوري، الكاتيجوري اللي انا كنت مرشح عليها ما راحت كثير بعيد، راحت للزميل زفان بتلفزيون المستقبل. بنقول له الف مبروك. بس الملفت للنظر غادة انه تلفزيون المستقبل كان عنده اكبر عدد مرشحين بهالجوائز هيدي، يعني كان عندنا زميلي بولا يعقوبيان، كان عندنا كمان زفان مثل ما قلنا، كان في انا وكان في اكيد كمان زميلي من اخبار الصباح بيارات قطريب يلي كانت مرشحه على افضل ستار على تويتر. كمان كان في عنا زميله بتقدم فقره نهار الاحد طاره، كان طاره نعمه كمان تيكل ماي برين، طاره نعمه كمان ربحت طاره نعمه على تيكل ماي برين بس ستارت اب اون سوشيال ميديا. فصار فينا نقول يمكن اذا بدك خمسه مرشحين من تلفزيون المستقبل بطريقه او باخرى، نحن يعني بنقول لهم هارد لك كلياتهم، بقول لحالي هارد لك كمان. انا ماني زعلان، بس شغلي كمان انه انا زمان كان موجود بالكويت وقتها وقت الاوردز، فكمان طلعت على الستيج واستلمت عنه الجائزه، وكان له فيديو رساله لكل الحضور. هون انا عم استلم الجائزه عن زفان، ووعدت اللي كانوا عم يحضروا كانوا موجودين بقلب الاوردز انه انا ما اعطيه الجائزه هيدي لازم خبيها، والفعل صار نهار اللي اجى زفان ليستلمها هون نهار الخميس صار في هرج ومرج وتخبيه وبالاخر بس كمشني واخذ الاورد. فبنقول له بنتبه عليها، بس انا واعد انه يمكن ما بعرف يصير في ريفنج للموضوع، فينتبه عليها ويخبيها مزبوط. وانه 2 و3 بعدين بده يصير ريفنج وهو ريفنج ونعمل مسلسل. لا ليك بس بيستحق زفان، ما تنسي يعني زفان كان من اول اشخاص اللي اشتغل اللي سخر الانترنت برامجه واللي استفاد منها ليقدر يخدم السوسايتي المجتمع ويوصل الرسائل كمان ويعرض الحالات. يعني كان يمكن بعض الاحيان التلفزيون مش كافي لزفان ليعرض حاله معينه، كان عم يستعمل الانترنت لتكميل ليعرض لا يقدر يكفي. ننتقل للموضوع الثاني واللي هو الستارت اب ويكند اللي صارت بالشمال من تنظيم جامعه بيروت العربيه، وكنا استضفنا الدكتوره ليلى عبود لنحكي عن هالويكند هذا الرائع يلي انا كنت مشارك فيه ككوتش كمنتور وكجدج بالنهائيات. بدي اقول لك شغله غاده انه البروجكتس اللي تقدموا رائعين، وعن جد حسيت انه انا
قاعد ببلد مش في بقلبه مشاكل، قاعد ببلد في بقلبه ابداع فقط لا غير. هالثلاث ايام او هاليومين ونص اللي كنت محبوس فيهم ما شفت الا ابداع، فخلينا نشوف شوي من الكليب بعدين رح علق على كل شيء. لكن خبرنا اكثر عن التفاصيل بما انك اكيد حنشوف هلا حنبقى عم نشوف الفوتج. اذا بدك خليني اعلق بشكل سريع على الفوتج هلا عم نشوفهم برجع بحكي على هون. كان اذا بدك تنظيم الويك اند، يعني التلاميذ عم يحضروا على حرم جامعه بيروت العربيه بالشمال بالتحديد منطقه المينا، وعم اكيد عم بيقدموا الافكار اللي بدهم يطرحوها بهالويك اند هيدي، عم يشكلوا الفرق يعني من بين بعضهم، يعني التلاميذ في فرق ما بتعرف بعضها، التلاميذ لاول مره عم يشتغلوا مع بعض ما بيعرفوا بعض، فعم شكلوا الفرق، عم يستلموا تيشيرتاته، عم يستلموا العده اللي لازم يستلموها، عم يسمعوا توجيهات اللجنه المنظمه لكيف بيصيروا هاليومين ونص، وكيف هن موجودين بقلب الحرم وما فيهم يظهروا باوقات معينه، ولازم يكونوا لازم يخلصوا البروجكت تبعهم بتقديم الفكره والديمو او البروتوتايب والبزنس بلان وكل هالامور هيدي نهار الاحد عشيه. اكيد انا اول شيء بدي اقول شغله كثير مهمه غاده، هي اساس فكرتي اللي طالع احكي منها اليوم. انا بهني جامعه بيروت العربيه، بهني دكتوره ليلى عبود فريق عملها على التنظيم الرائع يلي صار بهاليومين ونص. انا كان عندي نشاطات، كان عندي ستارت اب ويكندز قبل، بس انا بقدر اقول انه هيدي وحده من احلى الستارت اب ويكندز اللي انا شاركت فيها. وقتها بتكون منظمه وبيكونوا هالتلاميذ عندهم هالافكار الرائعه طبعا بده يطلع. يعني هيدا هون ذكرت الشكر اول شيء انا لدكتوره ليلى ولجامعه بيروت العربيه. خليني اتجه لعند التلاميذ بدي اقول لهم انه انا بهنيكم انه انتم قدرتوا مش بس انه تلفتوا نظر، انتم قدرتوا تحاربوا مشان افكاركم، بهنيكم انه انتم موجودين ببلد بقلبه هالقد مشاكل بس انتم قادرين تبدعوا. الابداع اللي شفته بالشمال بتمنى اشوفه بغير مناطق بلبنان، افكار رائعه جدا بتشرح القلب، والثلاث افكار اللي ربحوا اكيد نحن جايين بالاسابيع القادمه بعد رح نغطي، يعني اليوم اول بارت من تغطيه ستارت اب نورث ستارت اب ويكند، رح يكون في تفاصيل اكثر، رح يكون معنا الفرق الربحانه، رح نتعرف اكثر على كيف صار الشغل، رح نشوف كيف سهروا الشباب من دون نوم او كيف صاروا يناموا شيفتس، يعني ساعتين يناموا ساعتين يفيقوا ليشتغلوا، وصلوا الجمعه بالسبت بالاحد لاعلنت النتائج الاحد بالليل. الروح اللي كانت سائدة بقلب هالنهار هاليومين ونص هدول محضونين بمدينة طرابلس مثل المينا أسفرت عن أو خلت ثلاث جوائز أو ثلاثة بروجكتس يربحوا بس مفروض يطبقوا هالثلاث أوردز. رح أقول لك يعني بشكل سريع حنشوف نحن الأسابيع الجاية، بس بقى أنا وقت منخليهم الأسبوع الجاي على كل حال أنا بتمنى لهم التوفيق بالأيام القادمة، و
واسبوع الجاي رح يكون معنا اذا بدك ديتيل اكثر عن سبت واحد والجوائز اللي ربحوا، وبعدين رح يكون معنا الفرق الربحانه ان شاء الله. انا بيهمني كمان نقول لهالتلاميذ اذا كانوا عم يحضروا ويسمعوا، لانه اكيد عم يحضروا اليوم، انه مش هلا هن بعضهم محاطين باساتذتهم واهلهم وجماعتهم وعم بيقدروا انهم يقدموا، بدي اياهم بس يظهروا الى الحياه، مش معناتها اذا اول مشكله او صادفتهم او عقبه انهم يرجعوا هيك دغري ينفسوا، لا خليهم دائما يقدروا 100%. بدي اقول لك شغله غاده لانك ذكرتيها هون، كلهم وعدوني اصلا، كل بلش يزيدوني على فيسبوك بعد نهار الاحد، وكله صار يبعثوا لي على فيسبوك وعد انه دي وونت ديسابوينت، ما حيخيبوا لي املي وراح يكونوا اب تو ذا تشالنج. ميرسي لك عامر، بريك صغير وبنرجع بنتابع من